السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمتابعين، أرجو من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية، وأسأل الله أن يبارك لكم في أرزاقكم، ويحفظ لكم أولادكم، ويشرح لكم صدوركم، وييسر لكم أموركم، ولا يريكم بأسا ولا هما ولا ضيقا، اللهم آمين يا رب. يسر قناتهم قناة دكتور كمبيوتر أن تقدم لكم تقريرها اليومي عن أسعار الدولار في السوق السوداء والبنوك لهذا اليوم الأحد الموافق 9/7/2017. ولكن أولا أيها السادة، فضلا وليس أمرا بل تكرما من حضراتكم أن تشتركوا في قناتهم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله، ولكي تدعمونا على الاستمرار بإذن الله. فلنبدأ على بركة الله. أسعار الدولار في البنوك اليوم الأحد 9 يوليو سنة 2017، بعد استقرار أسعار الدولار في البنوك لمدة يومين دون تغيير، لتبدأ بعد ذلك خلال تعاملات اليوم الأحد في التحرك الطفيف في معظم البنوك فيما عدا بنك القاهرة الذي تحرك بفارق سعر 10 قروش عن الأسعار التي كان يسجلها يوم الخميس الماضي، لينخفض الآن ويسجل أقل سعر لشراء الدولار في جميع البنوك، ويسجل أيضا نقطة جديدة لم تسجل من قبل منذ 4 شهور. يسجل بنك القاهرة أقل سعر لشراء الدولار من بين معظم البنوك بسعر 17.70 قرش، أما البنك الأهلي المصري فيشتري الدولار الآن بسعر 17.82 قرش، أما بنك مصر فيشتري الدولار بسعر 17.84 قرش، وأعلى سعر لشراء الدولار في جميع البنوك هو 17.86 قرش، وهو السعر الذي يشتري به بنك HSBC الدولار. واستقرت أسعار الدولار بعد أن انخفضت للمرة السادسة في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل شراء الدولار 17.85 قرش، وقد انخفضت أسعار الدولار في بنك المشرق للمرة الأولى اليوم ليسجل الشراء للدولار اليوم 17.85 قرش، في حين أن بنك كريدي أجريكول يسجل لشراء الدولار 17.86 قرش. واستقرت بعد أن انخفضت أسعار الدولار في بنك الإسكندرية لتسجل الشراء الدولار 17.83 قرش، واستقرت الأسعار الدولار في البنك التجاري الدولي CIB لتسجل 17.86 قرش، حيث سجلت أسعار الشراء كما قلنا الدولار صباح اليوم الأحد 17.86 قرش في السوق السوداء، أما أسعار البيع الدولار فتسجل 17.92 قرش. هذا كان التقرير اليوم لأسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء المصرية. إذا عجبك الفيديو اعمله لايك، لو عايز تفيد غيرك اعمله مشاركة، لو مش مشترك معانا على قناة دكتور كمبيوتر أتمنى تكونوا مشتركين معانا، وما تنساش تفعل الجرس.